ومن الموطن الصغير نرود الأرض نذري في كل شط قرانا نتحدى الدنيا شعوبا وأمصارا ونبني أن نشأ لبنانا. ومن إذاعة صوت لبنان حكاية الانتشار اللبناني. تألق زحلاوي بالخارج من خلال تفوق شابتين بمسابقة عالمية بفن الطبخ بباريس لمناسبة إقامة الألعاب الأولمبية بفرنسا. نيلة أبو بشارة معنا بالستوديو ورح تنضم إلنا لارا أبو سمرة من فرنسا ليخبرونا عن هالمغامرة والتفوق يلي حققوه. المشاهدين والمستمعين فيكن تابعونا بالصوت والصورة عبر vdl.me والأبليكيشن موقعنا على التواصل الاجتماعي Voice of Lebanon 100.5. نايلة بجدد ترحيب فيك. قبل ما تخبرينا عن المغامرة يلي خطيها أنت ولارا وشاركتوا بالمسابقة مسابقة فن الطبخ يلي كان منظمة الكوردون بلو بباريس مثل ما فهمنا منك، منعرف أنه الانتشار الزحلاوي كبير بكل العالم، شو بتخبرينا عن هالانتشار؟ في كتير زحلاوية برا بكل البلدان بالعالم وعملوا نوادي بكل كل المناطق يلي هن فيها، يعني مثلا بكندا بأمريكا بأستراليا، وين ما تروحي لبرا بتلاقي في زحلاوي زحلاوية منتشرين وين ما كان ومحققين أشياء ونجاحات برا كمان. في مطرح أكتر من مطرح قصدوه؟ عندك علم بهالموضوع؟ أكتر شيء بكندا بحس، لأنه في حتى بكل منطقة بكندا في نوادي زحلية للمنتشرين برا. كان لافت وأنا بتبعهم دايما لأهالي زحلي بالانتشار إنه كتير وقفوا حد أهلهم بالوطن الأم بظل الأزمة يلي عم نعيشها، يعني من خلال مثلا تأمين المساعدات المدرسية، من خلال مساعدات المازوت للتدفئة، منعرف زحلي منطقة كتير مسقعة، كتير ساعدوا كل النوادي تقريبا، حتى بنادي بفرنس كمان في نادي كانوا عم بيأمنوا مازوت. رئيسته صديقتنا هي اللي وصلتني فيكم جوزيان تامر، بدنا نحييها اكيد، وجه لها تحيه وبحبها كثير لجوزيان. شو سر برايك تعلق ابناء زحله بمدينتهم وهالمساعدات يلي قدموها؟ زحله مدينه اللي بيخلق فيها قد ما بعد وقد ما راح ما بيقدر ينساها، بتضل بقلبك هيك، يعني حتى كل ما سافر انا بروح اوقات 15 يوم او 10 ايام ما بصدق ارجع زحلة. حتى انه المنتشرين يعني من سنتين عملوا مؤتمر مزبوط بالبلدية صح، وعرفنا انه السنة رح يكون في مؤتمر تاني لهالموضوع. مزبوط، وهي زحلة مدينة التذوق العالمي، يعني ربحت فيل جاسترونوميك بعتقد من سنتين ثلاثة كمان، هي يعني ربطت بشبكة اليونسكو العالمية صح للمدن المتميزة بفن الطبخ. ايه مزبوط، وكل ست بيت بزحلة تعتبر شيف وإلى دور مزبوط بتميز الطبخ اللبناني بالخارج. صح هيك صح، هيك شفت أنا وعم حضر للحلقة. صح صح مزبوط. كيف قررتوا أنت ولارا تخوضوا هيدا المغمار وتخوضوا المسابقة وتتفوقوا واخذتوا الدوزيام بري مثل ما فهمت؟ صح. انا صراحه ما عرفت بالكومبيتيشن، لارا هي اللي عرفت، هي لارا عايشه بباريس عم تدرس هونيك ودائما متابعه الكوردون بلو لانه بتحب، هي يعني عندها شيء بتحب الاشياء السكري يعني كحلويات، فعرفت بالمسابقه وخصوصا هي اول مره بتكون مسابقه للاماتور، عاده بيكونوا كلهم بروفيشنال المشاركين بالمسابقات، فدغري سجلت لي اسمي واسمها من دون ما تقلي، دقت لي قالت لي حطيت لك اسمك. بتعرفك انه بتحبي الطبخ؟ انا بحب الطبخ كتير، بس انه ماني هالقد بروفيسيونيل لحتى اكون موجوده بمسابقه كوردون بلو، فقلت لها كيف حطيتي لي اسمي؟ قالت لي ما عليه بدنا نصور فيديو، هلا يمكن ياخذونا يمكن ما ياخذونا، انه حسب الفيديو هن بناء، وكان في عدد كبير مشتركين، وطلعنا من بعد ما صورنا فيديو، انا صورت فيديو عم بعمل كعك بحليب يلي هو من تراث زحلة. صح،
ولارا عملت حمص بس يعني بعدة ألوان، ولأنه خصوا بالجو أولمبيك أنا صفيتهم على بلاتو مثل اللوجو تبع مسابقة الألعاب الأولمبية، ولارا عملت حمص بألوان اللوجو كمان صفتهم مثل اللوجو، فحسوا يمكن الفكرة شوي كرياتيف حبوها، ونشكر الله تأهلنا للعشرة يلي كانوا بالآخر يلي كانوا موجودين بالمسابقة يلي رحنا عليها. يعني انت بلبنان ولارا بفرنسا، وين؟ وكل واحد حضر الطبخ الاكل تبعه، انت المالح وهي الحلو، أنا ورجعتوا بالأول أنا الحلو هي المالح، بعدين فيس فيرسا. ورجعتوا جمعتوهم بفيديو صح، وبعتوه. وبعتته على كوردون بلو، بيبعتوا لنا إنه طلعتوا من بين الديس فيناليست ورح تكونوا معنا ب 28. كان كانت مفاجأة. ايه لإلي، ايه انه انا صراحة ما كنت متوقعة، انه لانه بدي سافر هلا، هي قريبة الكوردون بلو 5 دقايق بالسيارة قريب منا الانستيتو، بس انه انا لحتى ما معي فيزا حتى، وفي وقت شهر يعني اذا بدك تقدمي هلا على الفيزا اقل شيء بدك 20 جور ليعطوك الفيزا، فكانت شوي صعبة لحتى عطوني الفيزا لحتى سافرت انا. كيف تلقيتوا خبر انه تأهلتوا؟ كتير انبسطنا، ما كنت مصدقة صراحة، كانت سيربريز كتير قوية، وكتير حسينا هيك انه ان شاء الله هيك تكون. خاصة انه في جايزة حرزاني هلا رح نحكي بعد ايه شوي. لارا ابو سمرة صارت معنا مباشرة من باريس، اهلا وسهلا فيكي لارا، عم تسمعينا؟ هاي، ويا عم بسمعكم، عم بقطش شوي بس عم بسمعكم. أهلا وسهلا فيك لارا، قبل ما تخبرينا عن المسابقة والفوز، أول شي أي سنة غادرت لبنان ولأي سبب بالبداية؟ غادرت بال2021، بس سجلت بال2020 بس كان اونلاين لانه كان كورونا. خبرينا بس تأقلمتي بسرعة، شو عم تدرسي؟ محاماة مثل ما عرفت منك نحن وعم نحضر الحلقة. ايه، انا جيت ادرس دخوا وبعدني عم بدرس، عم خلص دراستي، بخلص هالسنة. بس ايه، تأقلمت بسرعة لانه صراحة ما انه انا حطيت حالي قدام الامر الواقع، انه اهلي عملوا كل شيء كل حياتهم تيكون عندي مستقبل محلو، فلازم اعمل كل شيء تحقق لهم، يعني هاي امنيتهم الوحيدة بالحياة. كان معكي طلاب لبنانية بالجامعة؟ ايه، كتير لبنانية فلوا بذات الوقت. يعني ما كان صعب عليك تتأقلمي مثل ما فهمت منك. وين نو سافا، يعني انه خبرينا اكيد في كتير اشياء بنعملها بلبنان ننسى امره هون، بس انه خبرينا المستوى الطلابي مثلا، فليتي من لبنان كان في صعوبة لتتأقلمي بالصفوف، أو كان مستواك العلمي كتير منيح لتقدري تفوتي على الجامعة؟ هلا انا كنت بالنزغات بالشفيف، فمن الاساس نتعلم بالسيستم فرنسي، وبعدين فتت على اليسوعيه بإفلان كمان كان سيستم فرنسي، فبالنسبه إلي كان اهين لانه كان مثل كيف عم بدرس بس ناقص العربي، فكان اخاف من شو عم بدرس بلبنان. شو نقلت معك من التقاليد اللبنانية إلى فرنسا؟ اهم شيء الكرم صراحه، كلهم تفاصيل بس الكرم هو الاهم. ايه لارا كتير كريمة. ليش بتشعري انه في، ما بدنا نحكي انه في بخل كبير، انه بتشعري هيدا الشيء مميز عند اللبناني، هيدا الشيء اللي بيميز الطالب اللبناني بالخارج او اللبنانية الموجودين معك، تتميزوا بكرمكم؟ هلا انا ما قصدي كرم بس انه هيك كرم ماديا، قصدي كرم بكل شيء، نحن بنساعد بعض بالجامعه، بنبعت كود لبعض، هيك بنوقف حد بعض، بكل شيء نحن كريمين، يعني حتى ايموشنلي كريمين. هلا خبرتيني انه راح معك كتير لبنانية من البروموسيون اللي عم تحكي عنها، ضليتوا اصحاب مع بعضكم كلبنانية او حاولتي تكوني صديقة لطلاب اخرين من جنسيات مختلفة؟ يعني هون اذا في لبناني بس سمعتيه عم يحكي لبناني بيصير كأنه كان فيك بلبنان، فانه كتير مندب على بعض وكتير قراب بعض كتير هون. وما تعرفتي على طلاب آخرين معكي؟ بلا اكيد، بس يعني بالاخر في فرق كتير، اكيد تتأقلم معهم انه لدرجة، يعني
نحن بلشوا يفرجونا صور مشاركتكم بمسابقة فن الطبخ يلي نظمتها كوردون بلو بفرنسا. خبرينا، لفتك الخبر واتصلتي دغري بنيلة لتشاركك بهيدا العمل، خبرينا كيف شفتي انت عم بتتابعي الكوردون بلو مثل ما عرفت مشان لتدخلي بأي مسابقة بتكون قدامك؟ مزبوط. هلا انا كنت عم تابع، بس هو تلات ارباع المسابقات بيعملوها لعالم عندها انه باركور كوزين او باركور بروفيسيونيل خلفيه مثلا او شيء خاصه بالدومين، بس هلا اول مره بيعملوا مسابقه لاماتير. وانا بما انه هاي هوايه، ما عندي هدف يصير شغله بالحياه معلق بهذا الشيء، فقلت انه هيدي فرصه وما في روحها حالي. ودغري دقيت لنايلة، لأنه نايلة بعرفها من أنا وصغيرة كتير، يعني ما بتذكر من أي متى بعرفها من وقت ما خلقت. وبس إجا على لبنان، قبل ما إجا يومين بقول لمام إنه مام بليز بدي لازاني من عند نايلة، فبعرف طبخة قد طيب. ايه، وكيف قررتوا لتشاركوا بالمسابقة؟ كيف قررتوا كل وحدة منكم شو بدها تحضر من طعام لبناني؟ الكعك بحليب كان، لانه جدي الله يرحمه عنده باتيسخي بزحله، وانه زحله معروفه بالكعك بحليب، ونايله من زحله. والحمص كان لانه شيء لبناني وفينا نعمله، كان على 5 الوان، وبما انه في اللون الاصفر بالوان الاولمبيك، فانه بيكون الحمص اللي بنعرفه الحمص الطبيعي هو اللون الاصفر. دونك وكانت مفاجأة وقت تلقيتي خبر الربح، الفوز من بين 10 شاركوا بهالمسابقة لتتأهلوا للمرحلة النهائية. بس ما سمعت أول سؤال، سمعت كانت مفاجأة إنه ربحتوا لتتأهلوا للمرحلة النهائية يلي تكونوا من ضمن 10 يلي بدهم يخوضوا آخر امتحان. اكيد، لانه كل الوقت بعد ما بعثت الفيديو عم نقول لبعض انا ونايلة انه المهم شاركنا، وخلص شاركنا وجربنا حظنا. اكيد في عالم احسن منا وهيك. فوقتها وصل لي الميل انه اخذناه، عن جد قلت لها لنايلة ما عم سجل، يعني قلت لها نايلة بليز اقري الميل اذا مزبوط. هيدا لانه عندك شغف للصنع الطعام اللبناني. يمكن عم تسمعيني لارا؟ هلا عم بسمعك. خلصت أول مرحلة، كيف بدي التحضير لتاني مرحلة؟ هلا أكبر مصيبة كانت الفيزا لنايلة. صح، كيف كان هين قدام إنه نايلة تقدر تصير هون، يعني لو قد ما حضرنا ونايلة ما قدرت تيجي ما كان بفيد لشيء التحضير. هو لأنه من ضمن المسابقة كان مفروض تكونوا 2 عم بتقدموا المشروع. مزبوط، يعني حتى انا الموجوده هون ما كان في اشترك بلا وجود نايله، دونك انه كان اهم شيء انه نايله تقدر ترجع على فرنسا. ونهار العمل التطبيقي للمشاركه بالمرحله الثانيه قلبتوا الادوار، نايله عملت الطعام المالح وانت عملت الحلو. مزبوط. خبرينا شو عملتي. هلا نايله رح تخبرنا عن حالها شو عملت تاني مره، بس انت شو عملتي؟ انا عملت كمان هو دساغ من باتيسخي جدي الله يرحمه، جاتو شوكولا بس معمول بشكل بول مع مربى، واستعملنا مربى الورد لانه طعمه ما بيعرفوه. وكان هو الانخدام برينسيبال شوكولا، فعملت جاتو شوكولا وبعدين غطيناه بشوكولا، واحد بشوكولا ابيض، واحد شوكولا اولي، واحد بفستق وكونفيتشر. بس عم بتقولي استعملتوا مربى الورد، تفاجئوا سألوكم شو هو، اضطريتوا تشرحوا لهم شو عم بيعملوا، شو عملتوا؟ كان في حدا بالجيري لبناني، فبفتكر انه كلمه هيك ما سألوها، وعرفنا نحن انها لبنانيه بعد النتائج اجت قالت لنا انا لبنانيه، فانه قلت لها معقول ما قلت لي من الاول وهيك، قالت لي انه ما كان فينا نقلكم. يعني اللي فينا نقوله انه اللبناني موجود وين ما كان. بس قبل ما انهي معك لارا ابو سمرة، شو هي الصعوبات يلي واجهتكم او المفاجآت يلي واجهتكم خلال هالعمل يلي عم بتقوموا فيه؟ نحن وصلنا على باتيسخي اماتير،
طلع كلهم عندهم مطاعم كاتبين خساتات على اوراق، قاعدين عم يحفظوا يعني بالقياسات وهيك، وعطونا 10 دقائق تنزين الانجريديون ونحن نعمل جاتو بالكباك، يعني بلا ميزان ودي غرام دو سكر، لا ما حدا انه يعني ما صحيح كان صعب. حسبوكم على الأمور التقنية، يعني ايه عملت الكيل بالكباية مش بالميزان وما حسبوكي على الأمور التقنية. انه هيك كان، بس انه شفنا انه في ليفل كتير عالي بوجنا، هيدا كان اكبر شيء فاجئنا. وكنتوا متوقعين إنه تحتلوا المرتبة الثانية وتربحوا؟ انه بس خلصنا وشفنا باقي العالم شو عاملين، قلنا انه في بوسيبيليتي نربح، بس نحن ما عم نعملها. اذا بتشوفوا بالصور في كتير صور عم نضحك، كنا عم نقول لبعض انه منيح شاركنا، عم نتسلى وخلص. على شو كان يعني الأسس الربح؟ على الطعمة، على الشكل، على فكرة الطبق يلي حضرتوه مثلاً؟ على فكرة الطبق، على غسبيل تام، على التكنيك والإيجيان، وعلى الطعمة، وعلى البريزنتاسيون. نحن قبل ما ننهي معك لارا أبو سمرة بنتمنى لك كل التوفيق. شو الخطوة ميرسي. المستقبلية بالنسبة لإلك؟ هل مثلا رح تبلشي تروحي باتجاه هيدا الخيار، اتجاه تكوني شيف بالمستقبل مثلا، نشوفك بعد ما تخلصي المحاماة؟ لا كنت شاف انه ما بفتكر، مش انا بحب المحاماة، انا عملت محاماة، لا بحب هذا الشيء عن جد، يعني مش ما بدي اغير الكارير تبعي، بس اكيد انا حلمي افتح الباتيسيري تبع جدي ببارات لبنان. اه يعني تحملي اسمه معك من زحلة الى فرنسا مثلا. اكيد كل التوفيق لك. في كلمة بتحبي توجهيها لأهلك بالوطن الأم، لأهل زحلة مثلا؟ أهل زحلة هن أهلي كلهم، بس لأهلي أهلي أمي وبي، يعني بدي أقول لهم إنه لو ما هن ما كانت صرت محل من ما أنا اليوم. عن جد هن أكبر دعم بحياتي، وهن دعم موجود حتى وقتها كنت حاسة إنه منه موجود، بس بعد هيدي الفترة تقطع وين بتحسي ما حدا عم يدعمك، بتلاحظي إنه أنا لاحظت إنه أهلي ما تركوني ولا ثانية، مش ولا نهار. مبروك لارا أبو سمرة، كل التوفيق، وأكيد على أمل اللقاء فيك بلبنان وبزحلة خصوصا. نيلا خبرتنا هي عملت الجاتو البول مظبوط شوكولا يلي جدا بيعملوا بالباتيسري هون صح، بزحلة. هو انت مشهور اكتر شي بالكعك بحليب وبالجاتويات، هو اقدم باتيسري بزحلة. يعني هلا اذا بدنا نحكي بنحس هيدا الحنين يلي حملته مع لارا إلى فرنسا، صح إيه لاحظتي؟ حتى بدها تنقل الباتيسري تبع جدة من صح زحلة صح لفرنسا. أنت شو حضرتي؟ انا صراحة كنت حابة اعمل شي لبناني، انا كتير بحب الاكل اللبناني. على اساس فينا نعمل شو ما بدنا، نحن فكرنا بالاول نحن بناخد الانجريديون ونعمل الاكلة يلي بدنا نعملها بالكومبيتيسيون، وبعدين وصلنا ايميل بالانجريديون يلي هن مأمنينهم، وبدي اعمل بلا بدجاج وحاطين انجريديون معينين فيك تستعمليهم، فيك تاخدي معك دو او تروا انجريديون زيادة، حتى هن حددوا لك الدجاج. محددين لك هن الانجريديون، فما بقى ما بقى قدرت اعمل بلا لبناني، فلقيت من الانجريديون الموجودين في اعمل بولي اوكاري، فعملتها ومع رز عملتها، مش كانت بالنسبة لإلي هيني، انا بحبها كتير هاي الاكلة، بس انه الطريقة كيف قدمناها وهيك يمكن هي اللي لفتت. كانت بريزونتابل يعني. اكيد بدك تعملي كاتر بلا نفس الشيء مثل بعضهم وتنزليهم للجورية اللي كانوا موجودين، اللي هي هن الشيفية اللي كانوا، من كم شيف كنت كان في متألفة؟ 3 شيفية على الجوري، وكان في 2 من الاشخاص يلي مقدمين الكادويات للكومبيتيسيون، يعني كاتر بلا قدمنا، كاتر بلا سالي وكاتر سكري. ذكرت لارا هي وعم تحكي انه كان في شيف طلعت لبناني. لبنانية بس تخلصنا وربحنا وهي اجت حكيت معنا، فانصدمنا انه وما بحكي لاحظتوا عربي. ابدا ولا هني ما بيحكوا ما معكم بيحكوا ما تلاحظوا؟ بيحكوا هني، بس فاتوا بس لفتنا قدام الجوري قالوا لنا خبرونا انتو شو عاملين، خبرناهم وبس وفلينا. هلا بس طلعنا وشفنا غير بلايات محطوطين برا يلي كم مقدمين، بالاول كنا ما انه مبسوطين انه نحن شاركنا بالمسابقة،
بعدين قلت لها لا عنا أمل إنه رح نكون، قلت لها أكيد رح نكون من بين الأربعة، وكان في جراند بري وتروا بري. الجراند بري كانت دورة كوردون بلو، تعملي شيف بتنقي باتيسري أو شيف أكل عادي، ونحن طلع لنا دوزيام بري. هلا رح نحكي عن دوزيام بري شو هي. لاحظت الفرق يعني بين اللي حضروه غيركم واللي حضرتوه، مشان هيك كنت متوقعة الفوز. إيه، شو لاحظت الفرق؟ شفت البلايات، ما يعني نحن بزحلة دايما بنقول العين بتاكل قبل التم. أنا إذا ما حبيت البلاو، ما حبيت البرزنتاسيون، ما فيي آكل. فما كانوا بلاياتنا شوي هيك، بتحسي هيك بيشهوا طعم شكلهم، بيجذبوا أكثر. بيجذبوا أكثر. بنفس الوقت كنتوا كلكم كل اكيب عم بيعمل، يعني كنتوا عشرة، كنا عشرة على الفينال. أول خمسة، كل خمسة بمحل، لأنه لا يكون عندك الغازات والمجال لا تقدري تطبخي. كل نص ساعة يبلش، يعني بلش أول فريق، بعد نص ساعة بلش تاني، مش كلهم بنفس الوقت. ودي استغرقت تقريبا ديك ساعتين وقت. ساعتين. وكانوا محددين لكم على شو بيتم اختيار الفائز او الرابح؟ يعني لا، هن ما انه حاطين نحن قريناهم قبل، هن ما كانوا قايلين لنا شيء، يعني طريقه تقديم الطبق. اكيد هن دائما اهم شيء عندهم البريزنتاسيون قبل الجو، يعني بس تتطلعي بالصحن، واكيد الطعمه لها كثير. ونعمل اربع بلايات لكل شيف يدوق هو ويعطيكم رايه. نفس البلا بس كاتر. كان في حوار بينكم وبينهم يعني بس خلصتوا وانعرضوا، تناقشوا هن وياكم ليه ربحتوا؟ لا، بس قالوا لنا انه بلايتكم كانوا كثير منيح، بس هيدا الشيء اللي قالوا لنا اياه. فوق مطرح ما كنا عم نطبخ كمان كان في شيف واقف للإيجيان، وهو اللي قالت عنهم لارا كمان كان واقف عم بيراقبنا نحن وعم نشتغل. كل تجربة أكيد في إلها صعوبات وبتمرق فيها أشياء مهضومة. خلينا نحكي أول شيء عن الصعوبات يلي واجهتكم بالمرحلتين، المرحلة الأولى يلي على أساسها ربحتوا ورجعتوا تأهلتوا، والمرحلة الثانية يلي ربحتوا فيها. المرحلة الأولى الفيزا كانت تأخرتنا كتير، لأنه هي أصلاً بدها وقت الشنغن لتاخديها، وكان معي وقت كتير قليل أنا. قبل بيومين عطوني الفيزا، يعني سافرت كان عندي نهار بس شفت لارا فيه، كنا قبل عم نحضر كل شيء بار تليفون. هيدا بالنسبة للسفر. هونيك انه الانجريديان والقصص وهيك، انه مثل ما قالت لارا، هي معودة مثلا تعمل جاتو لعيار بالكباية، منا معودة على الجراماج. هلا انا بالنسبة لي الطبخ هواية بحب كتير، ترجع بشتغل بهيدا الدومين، فكان هين علي الطبخ. بس انه شيء مهضوم صار هونيك، انا بس بدي اعمل رز، هيدي معلمتها من الماما ومن التيتا، بس تا يخلص الرز بغطيه بمنشفه لحتى ينبت، كانوا يقولوا لنا الرز. فوصلت لهونيك خلصت فلفلت الرزات، بدي سيرفيات، اعطيني سيرفيات لمسي، هني عطونا تابليه وسيرفيات لبسناهم. فشلت السيرفيات ولفيت الطنجرة الصغيرة اللي عاملة فيها الرز، لقيت الشيف عم يطلع فيه انه هيدي شو عم تعمل؟ قال لي كيسكو تو في؟ قلت شرحت له انه انا هيك معودة. سكري دي شيف. صح. ضحك، صار يضحك انه كتير حبنا اصلا من وقت ما فتنا على كوردون بلو على الانستيتيو. اجا شخص كمان شيف ما بنعرفه، حتى ما كان بالجوري، قالنا فوزات ليبانيز، طلعنا فيه نحنا يي كيف عرفت؟ قالنا من ضحكتكم. انه هيك بتحسي اللبنانية وين ما كان عاطين هيك الصورة الحلوة الاشخاص اللبنانية، ما بعرف. بس هون بدي اسألك، ما خفتي تعملي هالجيست او هالحركة انه تغطي بالتابلية مثلا، انه يعتبروا لك اياها مثلا شيء خطأ؟ ما بعرف، ما انا معودة اعمل هيك، عملت هيك يعني. بعدين انه هي حلو انه وصلنا على العشرة الفينال، هيدي كانت لقلنا انه مثل خلص انه نحن نشكر الله وصلنا لهون، لانه نحن عن جد وصلنا لقينا المشتركين. مثل ما قالت لارا كلهم بروفيسيونيل، يعني كلهم عاملين دورات طبخ، كلهم دارسينا. نحن انا بعمل اكل كتير طيب وبعرف حالي انه بعرف اطبخ،
بس ماني بروفيسيونيل لا بالبرزنتاسيون ماني، يعني بدهم دورات بدهم شغل هالقصص نحن مش عاملينهم. يعني اللي عم بفهموا منك سر الربح او الفوز هو انه كنتوا على طبيعتكم. صح، وكنا تيم كتير متجانس مع بعضه، يعني غير تيمز كانوا بتحسيهم رايحين بس كرمال الكومبيتيسيون، حتى منهم اصحاب، يمكن في اثنين ثلاثة ما بيعرفوا بعضهم بس انه مضطرين يكونوا اثنين لحتى حدا يعمل سالي حدا سكري. فنحن لا، كنا كل وقت عم نعبد بعضنا، نحن عم نشتغل ونضحك فيمكن حبوا هيدا الشيء بالتيم تبعنا. حسيت انه كان في تجانس، هيدا التجانس أكيد. مع بعض انا لارا بحبها كتير من هي وصغيرة، فانا كتير اكبر يعني منها. عرفت اختاري تلي وهيدا الشيء ادى الى الفوز. شو اللي كان بيميزكن عن يلي ربحوا البرومير بري؟ لاحظتوا يعني كانوا بيستحقوا؟ هن كتير بروفيسيونيل. الشيف قالنا على بس تتقدموا الجوائز وهيك، قالنا في التكنيك، يعني فرقت بالتكنيك كيف اشتغلنا كيف كذا، هو القصص فرقوا بالعلامات بس قالنا مش كتير في فرق بالريزولتا. شو عملوا هني؟ شو كانوا محضرين؟ تتذكر كمان بدجاج، كان شي خاصه باكل بدجاج، بس عملت شي هند اللي ربحت الجران بري من اندونيسيا، عملت شي اكل خاصه من هونيك، وجايبه معها انجريديون من عند يعني من مزرعتهم، شيء هن عاملين. هن بيحددوا لكم الانجريديون وانتم بتجيبون معكم؟ نحن في ثلاثه بس منجيبون، البقاوي كلهم من عندهم. وكان هين عليكم الطبخ بمطبخهم يعني اول مره انتم بتنوجدوا بهيدا المطرح، مش عاملين تدريب. صح. او متمرنين؟ صح. هلا يعني بنشوف اوقات برامج متخصصه وبيصير في مسابقه او بيصير في الفوز، انتم رحتوا من اول مره بتكون تطبقوا هيدا الشيء وبمطرح مجهول عليكم. مظبوط. هلا انا مش كتير استصعبت، بس انه مثلا لارا الفران ما انا معوده على الدوغري تبعيتهم، كان في طلاب من كوردون بلو عم بيساعدوكم ليساعدونا اذا عزنا شيء، فكنا عم نسالهم، نحن ما استحينا انه بنعرف حالنا، انه بنعرف انه ما بهول قصص ما بنعرف، سالنا كانوا عم بيساعدونا. اي وشو ربحتوا كجائزة؟ الجائزة الأولى هي كان الجران بري، هي دورة كوردون بلو. البرومير بري كانت سفرة على هونغ كونغ، دوزيام بري اللي نحن أخذناه كان سفرة على الإكوادور، والحلو أنه سفيرة الإكوادور هي اللي سلمتنا البري على غالاباغوس آيلاند الكروز، وبس تعرفت انه لبنانيه على اساس سفيره الاكوادور ما لقيناها الا عم تحكي لبناني، قالت لنا ما نحن لبنانيه. سفيره الاكوادور بفرنسا لبنانيه؟ لبنانيه ومن اصل لبناني. من اصل لبناني، خلقاني بالاكوادور؟ خلقاني بالاكوادور. وتعلمت اللغه العربيه؟ بتحكي عربي فلوينت عربيك يعني، وكثير انبسطت وقالت لنا بفتخر انه اللبنانيه وين ما يروحوا بيحققوا النجاحات. وليه قرروا الاكوادور يقدموا لكم هالجائزه؟ الهيئه هن صاير في تعاون بين وبين كوردون بلو، ما كنا على علم بهالموضوع انه ليه هن في هونغ كونغ، في اكوادور وفي كندا كمان مقدمين سفره. واي متى الرحله؟ هلا قريبا بس تخلص لها جامعه. انتم بتحددوا يعني الوقت؟ هن معنا وقت ومنحدد نحن اي متى فينا نروح فيه. نيلا ابو بشاره، شو اكسبتك هالرحله اللي عملتيها، هالفوز يلي حققتي؟ عطتني امل انه بقدر اتطور اكثر، خصوصا انا بشتغل بمجال الاكل، انه طور حالي اكثر واقدر اتقدم لاشياء، يعني اجرب اتطور عن ما انا فيه هلا. بتحسي انه كونك بنت زحله، كونكم مشهورين بالطبخ اللبناني الاصيل، هيدا الشيء ساعدك بهال؟ اكيد. انا صراحه انا معلمه من الماما ومن التيتا، بنطبخ يعني اللبناني مع اصوله، فا ايه بحس هيدا الشيء كتير اثر. كان في تعاون بين المتنافسين ولا كان في؟ صراحة نحن كنا عم نتحشر بكل الموجودين ونمزح معهم ونحكي معهم. في التيم البرازيل كانوا كتير مهضومين، صرنا اصحاب نحن وياهم، وتيم اوزباكستان مع انه ما عرفنا نتحاور معهم لأنه ما بيحكوا إلا إوزباكستاني، كان معهم مترجم. فعزمنا بعضنا من بعد الكومبيتيسيون وطلعنا رحنا شفناهم، فنحن كنا عم نحكي مع العالم. بتعرف اللبناني وين ما يروح بيصير بده يعمل شبكة علاقات. صح.
ايه فكنت تحدثتوا عن زحلة، خبرتون كنتوا سفرة بتعتبري حالك بهالرحلة سفرة للمطبخ اللبناني، أكيد أكيد. وخاصة انكم فزتوا، ولكن مثلا دعيتون يجوا يشوفوا لبنان يعملوا الكوردون بلو مثلا مسابقة بلبنان، خاصة بنعرف انه في كوردون بلو شافية مش كثير صار حديث نحن وياهم، بس المتسابقين في كتير أشخاص هن حبوا يجوا على لبنان، وأكيد عطيناهم أرقامنا والكونتاكت تبعيتنا بس حتى يجوا، لحتى نحن كمان نفرجيهم لبنان الحلو، لأنه اللي بيجي وبيطلع على زحلي وبيقعد على البردوني وين ما تروح وبيأكل أصول أنا زحلي إلى شقفة من قلبي، المأكولات اللبنانية أنا بقلبي زحلي، بس لبنان كله وين ما تروحي بلبنان، لبنان من أجمل بلدان العالم، قد ما تسافري وترجعي وقد ما فيه أزمات من أجمل بلدان العالم لبنان. عملتي كومباريزون مع فرنسا؟ مع فرنسا ما فيك تعملي كومباريزون، لأنه كتير نحنا تعودنا نعيش هيك مثل ما عايشين بلبنان، بس تطلعي لبرا يعني بيأثر عليك هيدا الموضوع، بس مش كتير عملت كومباريزون. لا نيلة أبو بشارة، منعرف أنه كتير شباب اليوم بيشوفوا هيك مباراة أو مسابقة بيترددوا يمكن يشاركوا، بتشجعيهم يعني أكيد. يمكن هيدي شغلة ملفتة أنكم رحتوا وشاركتوا وربحتوا، شو بتقول اليوم للشباب اللبناني أنه يقدم يروح أكيد. يجرب؟ كل شخص بتجي فرصة لازم يستغلها، ما حدا بيعرف يعني، دايما الواحد لازم يستفيد من كل فرصة بتصير له، إذا واحد صار له أكيد يجرب، ما بيخسر شيء الواحد إذا جرب، بالعكس بيستفيد. أنتوا بس بلشتوا كنتوا حاطين الربح أمينكم؟ صراحة لا، أنه نحن كنا رايحين نعمل أنه الشغل يلي لازم ينعمل، لأنه بس توصلنا شلنا فكرة الربح من، بس توصلنا على الانستيتيو وشفنا المتنافسين يعني المعنى معش كتير فكرنا بالربح، لأنه كانوا كلهم بروفيسيونيل بالأكل. بس لا نشكر الله، كانت اكسبيريانس كتير حلوة وكتير انبسطنا انه شاركنا. كان في معكن لبنانية حضنوكن بالخارج وقفوا حدكن؟ يمكن نحنا ما قلنا لحدا صراحة، بس غير فرق كان معهم حتى تلفزيون الاكوادور كان عم بيصور، تلفزيون الاوزباكستان كان مع المشاركين، نحنا لا ما كان معنا حدا، كان معنا اهلا للعرب كانوا موجودين بفرنسا. يمكن انتوا ما بلغتوا كمان انه ما كنا متوقعين انه هالقد رح تكون جديه الكومبيتيشن صراحه، بس توصلنا وشفنا كان صار كتير مؤخر، يعني ما فينا ندق لا للسفاره اللبنانيه ولا لحدا نبلغه. نيلة ابو بشاره، شو علمتك هالتجربه؟ علمتنا انه الواحد لازم يستفيد من كل فرصه بتجي بالحياه لحتى يتطور لقدام، الواحد ما لازم يوقف مطرح ولازم دايما يجرب بكل فرصة بتجي يجرب يستفيد منه. قلتي لي انه عم تشتغلي بهيدا المجال، أنا اكيد هيدي الفرصة رح تخليك تطوري اكتر مجال عملي. أكيد. شو كلمتك اليوم للمنتشرين من ابناء زحلة بالخارج ولا اهلك بالوطن الام؟ ابناء زحلة ما بقولن اصلا هن ولا سنة الا ما بيجوا على زحلة، لانه زحلة بقلبهم. أول شيء بقولهم مرسي للكل، لأنه كتير دعمونا بالربح اللي ربحناه، كل الأندية برا حطولنا الخبر تبعيتنا بالربح، ولمين بدي كمان؟ لا لا لأهلك، لأهل زحلي، أهل زحلي بنبسط أنه أنا قدرت مثلت زحلي هيدا التمثيل الحلو برا، وبدي أشكر بليز هيدا الوزير جورج بوتشيكيان يلي هو من وراء نعرفت بكل لبنان الفوز يلي فزنا، هو من زحلة الوزير وشاف على فيسبوك انه نحن ربحنا فاتصل فينا ودغري هنينا، وكان هو له الفضل لحتى كل لبنان عرفه بالخبرية. صح. بتفكري تعملي فيستيفال للمطبخ اللبناني او المطبخ العالمي بقلب زحلة؟ هني دايما فيه بزحلة، هلأ بالصيف بيعملوا فيستيفال للأكل وهيك، حتى حكيوني من البلد من البلديه كمان بيراكولي، وهن في لجنه للغاسترونومي بالبلديه فقالوا لي انه بدنا نجتمع لحتى نحكي بهالموضوع تكوني معنا. خير ان شاء الله خير. يعني حسيتوا انه في احتضان لكم، في احتضان لفوزكم، في ناس كانت حاضره لتهنيكم وتنشر الخبر. اكيد ايه بشكرهم كلهم.
أهلا وسهلا فيك نيلة ميرسي أبو كتير بشارة، لإلك. وأكيد نحن دايما مهمتنا نضوي على المنتشرين ونشاطهم وتميزهم بالخارج، وعلى اللبنانيين اللي عم بيشاركوا بمسابقات خارجية ويبيضوا وجه لبنان سفرة أنتوا بالخارج. ميرسي لإلك. أهلا وسهلا فيك. أصدقائي المشاهدين والمستمعين، لهون بتنتهي حلقة حكاية الانتشار، الموعد الأسبوع المقبل بحكاية تميز جديدة بالخارج.